الزميل يسري المراكشي. فرحة عارمة بمدينة مراكش، هنا 3 أهداف مقابل هدفين أمام المنتخب المصري في ديربي مغاربي. لقاء كان جميل جدا، معي جوج ديال أسود، أقول أسود المنتخب الوطني المغربي الأولمبي، معي كل من فتوحي عميد المنتخب الوطني الأولمبي ومعي سفيان البيضاوي. تو دابور جو كومونسي افيك سفيان، سيتي با فاسيل سو سوار. Oui, c'était très difficile. On est tombé contre une équipe égyptienne très dure et on a quand même gagné. On a eu les 3 points et c'est le principal. Maintenant, on est en finale. On va donner le maximum pour gagner cette finale. Là, devant vous, c'est Londres. Comment vous voyez les prochains matchs? Ben, c'est magnifique. On va tomber contre des grandes équipes, je pense, comme l'Espagne, l'Italie et tout ça. Donc voilà, quoi, on va donner le maximum pour montrer, représenter le Maroc. Merci beaucoup, Soufiane. Merci. معي فتوحي عميد المنتخب الوطني المغربي. فتوحي، ماتش ما كان سهل امام المنتخب المصري، كانت تغييرات لكن المنتخب الوطني المغربي ابان على روح قتاليه كبيره. كيفاش حسيتوا في المباراه وانتم كتعرفوا انكم كتلعبوا من اجل التاهل؟ كنا ما نكذبش عليك، كنا عارفين بانها تكون مباراه صعبه. الدراري قاموا بمباراه كبيره، مباراه قتاليه، ماركينا في الاول في الماتش، واخا هكاك ما هبطناش يدينا، كملنا في المباراه وبينا على الروح الرياضيه كبيره بيناتنا وعلى قتاليه كبيره، وان شاء الله غادي نمشيو لهذا الفينال باش نربحوها. كنبغي نهدي هذا الفوز للجماهير المغاربه، الجماهير الطنجاويه اللي حضروا في الماتش ديال السنغال، واليوم بين المغرب قادر على يقدم مباريات كبار. نقدم هذا الفوز لكاع الناس اللي ما تقوش فينا، كاينين بزاف. سمعت شي دابا كلشي غيثق فيكم؟ كلشي غيثق فينا، ولكن ما كانوش ثقين فينا، ما احترموناش، هضروا فينا قبل ما يسالي التورنوا، هضروا في المدربين، هضروا في اللعابه. فسي دوماج، اليوم بينا قادرين نحققوا شي حاجه ان شاء الله اللي غترفع الراي المغربي ان شاء الله. كنظن الى اي شي واحد قال شي حاجه فربما الضغط ومجموعه ولا شيء، ولكن كيبان في رقعه الميدان ان المنتخب الاولمبي منسجم، منتخب اولمبي جيد. كلمه اخيره جمهور المغرب. كنهدي لهم هذا الفوز، كنهدي الفوز للعائله ديالي، الجمهور كاع اللي حضر اليوم في مراكش، وعاش المغرب، عاش المغرب، وان شاء الله غادي نجيبوا لهم لاكوب، وما كاين غير المغرب. شكرا فتوحي عميد المنتخب الوطني المغربي، عودة إلى البلاد.